البقرات الحمراء لعبة خطيرة وطقوس أخطر بيجهزوا إن هم يعملوها أمام المسجد الأقصى بيعلن عنها إعلام جيش الاحتلال. מימי חובן בית שני, אם תשרף פרה אדומה כשרה, תתאפשר עליית מיליוני יהודים להר הבית שתוביל לבניית בית המקדש השלישי. ואת זה אני מספרת לכם מפני שלפני שבועיים הובאה ארצה פרה כזאת והוצגה בכנס המקדש של המחלקה לתרבות תורנית בבנימין. שתיים נוספות יובאו בקרוב כדי לחנוך במקום מרכז מורשת כזה שיעסוק בחקר הפרה האדומה. שמואל רוזנר, שלום לך. بيتحدث إعلام جيش الاحتلال عن البقرات الحمراء واستعداداتهم لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. שלום שלום וברוכות הבאות לפרות. לגמרי, תראה, מדובר בזה נדיר, נכון? אחת לכמה זמן הרי טוענים שנמצאה פרה אדומה כשרה, כזו שתאפשר הכנות לבניין בית המקדש השלישי. בואו נניח רגע שאלה באמת פרות אדומות כמו לפני 2000 שנה ועכשיו יביאו אותן ארצה, איפה זה שם אותנו? אז תראי, אחד הדברים המעניינים בהקשר הזה זה שאת יודעת, עברו רק 3 ימים מאז 9 באב שבו דיברנו על עליית יהודים להר הבית, והנה היום יום ראשון ואנחנו מדברים על פרות אדומות שיכשירו עליית עוד יהודים להר הבית. נכון, העניין הזה של הר הבית ובית המקדש, שלפחות לפני כמה עשרות שנים בראשיתם של ימי הציונות ובראשית ימי המדינה. דלוואת אל-מודוע באף סלם אולוייתנה, ליה? לינה הווגדת אל-בקרת אל-חמרא, ולי מה ינפעשי اقتحام الحقيقي للمسجد الأقصى بأعداد غفيرة إلا في وجودها. עכשיו נמצאים במשכן שילה. היו עד היום, היו 9 פרות אדומות. סבבה, עד היום היו 9 פרות אדומות. 2000 שנים לא היו פרות אדומות. זאת אומרת, כל תקופת הגלות לא הייתה פרה אדומה. עכשיו מצאו פרות אדומות. אנחנו פה אבל בשילה. פה בשילה, הרי זה פה היה בעצם, זה המשכן. ברגע שנכנסנו לארץ ישראל עם המשכן, מכיוון שכם, הגענו לפה, המשכן נבנה פה, עדיין השתמשנו באותו אפר של פרה שמשה רבנו שרף אותה. טייב. البار ده كانوا بيجهزوه فين؟ تكساس منذ سنوات. These are the red heifers that landed at Israel's Ben Gurion Airport. Rabbis believe the ashes of a red heifer are necessary for purifying priests to serve in a future temple. The heifers were discovered and brought to Israel. They said, Byron, could you look in Texas and find us a red heifer? I wasn't expecting that and it was shocking to me to think about it. طيب اعتقد ان احنا جميعا محتاجين نعرف تفاصيل هذا المشهد الخطير بشيء من التبسيط. وأفضل من يفعل ذلك في تقديرنا دكتور عبد الله معروف، أستاذ دراسات بيت المقدس، معنا بينضم على الهواء. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك، كل عام وحضرتك بألف خير ومنور مع معتز. كل عام وانتم بألف خير أستاذ معتز، الله يبارك فيكم إن شاء الله، شرفنا بكم الله يكرمك إن شاء الله. دكتور عبد الله، البقرات الحمراء، ماذا يحدث؟ ماذا وراء هذا المشهد؟ إيه حكاية البقر الأحمر؟ وإيه حكاية تلك الاستعدادات؟ ولماذا الآن يا دكتور عبد الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أستاذ معتز، الفكرة لازم الجمهور بالبداية يعرف إنه الفتوى الرسمية عند يهود العالم بشكل أساسي منذ أكثر من يعني الآن 2000 سنة تقريبا هي أن دخول المسجد الأقصى المبارك عندهم حرام بالنسبة لليهود. الآن اللي بيقتحموا المسجد الأقصى المبارك هدول بشكل يومي، هدول أصلا خرجوا خارج فتوى الحاخامية الرسمية، يعني هم عملوا لأنفسهم حاخامية خاصة بهم اللي هم مستوطنين الضفة، بالذات مستوطنين الضفة الغربية، عملوا لأنفسهم حاخامية خاصة، وهذه الحاخامية الخاصة صارت تطلع لهم بفتاوى خاصة بهم، وبالتالي صاروا يقتحموا المسجد الأقصى المبارك. لذلك عددهم بسيط، عددهم مقارنة باليهود المتدينين في دولة الاحتلال اللي هم حوالي 1,000,000 و300,000 اللي بيقتحموا المسجد بشكل يومي. هذول اللي بيعملوا المشاكل كلها منذ يعني الآن حوالي 50 سنة منذ احتلال المسجد الأقصى المبارك، و55 سنة، عددهم ما بين 2,200 إلى 2,500 شخص فقط. الآن لماذا أغلب يهود الحريديم أو اليهود المتدينين يمتنعون عن دخول كل الخمسين سنة لاقتحامات المسجد الأقصى اللي كانت بتؤرق مضاجعنا والاشتباكات اللي بتحدث بسبب 2500 يعتبروا في العقيدة اليهودية، صلح لي أرجوك، يعتبروا في العقيدة اليهودية دول خارجين عن تلك العقيدة ومذنبين؟ يعني هم طبعا الفتوى الرسمية الحاخامية الرسمية بتعتبرهم مذنبين، لكن هم عندهم كما قلت عندهم مجلس حاخامات خاص بهم
شكلوه طيب في 1990ات، يعني تقريبا في التسعينيات، في من مجموعة من حاخامات المستوطنات. وبيتبع لهم مثلا بعض الوزراء حاليا مثل إيتمار بن غفير، هذا الوزير المتدين المتطرف، هو أحد أتباع هذا التيار وأحد أتباع هذا المجلس الجديد، لذلك بنلاحظ أنه بيقتحم المسجد الأقصى المبارك. بينما على سبيل المثال شخص متدين آخر مثل بسلائيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، اللي هو أحد أقطاب اليمين المتطرف اليوم، هذا الرجل بكل ما يفعله في المسجد الأقصى لا يمكن أن يقتحم الأقصى. ليه؟ لأنه هو بيمشي على فتوى الحاخامية الرسمية اللي هي تحرم على اليهود دخول المسجد الأقصى المبارك. الآن ما هو سبب تحريم دخول الأقصى؟ اليهود بشكل عام يعتقدون أنه في عندهم شيء اسمه نجاسة الموتى، مصاب فيها كل اليهود بشكل عام بسبب اقترابهم من أي شخص ميت. وهذا الكلام لأنه عندهم الميت إذا نزعت منه الروح فقد أصبح يعني جسده غير طاهر، فبالتالي المسألة دينية بحتة عندهم. الآن اليهود بما أنهم غير يعني في هذه المرحلة غير طاهرين، فلا يمكن حسب فتوى الحاخامية الرسمية لدولة الاحتلال أنهم يدخلوا منطقة المسجد الأقصى المبارك إلا في حال أن تأتي إشارة إلهية تطهر اليهود. هذه الإشارة الإلهية ما هي؟ هي عبارة عن ظهور بقرة حمراء بالكامل لا يكون فيها ولا شعرة يعني سوداء أو بأي لون آخر، ويتجاوز عمرها 2 وشهرين، يعني تدخل في سنتها الثالثة. ابتداء من دخول هذه البقرة إن ظهرت، طبعا تكون أيضا مربّاة بطريقة خاصة جدا، ممنوع أن يكون عليها أي علامة، بتعرف حتى علامة مثلا البقرة اللي بتكون عليها على أذنها مثلا علامة صحية، ممنوع أن يكون عليها علامة وسم معين، مثلا مثل إخوان الفلاحين بيعرفوا كيف ممكن يحط وسم على البقر مثلا، ها ممنوع بالنسبة لهم، ممنوع أن يوضع فيها حبل طوال حياتها، ممنوع أنه يركبها أي شخص، يعني يركب على ظهرها ولا بأي شكل من الأشكال، ممنوع أن توضع يعني تعاشر أي مثلا ثور، ممنوع أن تحمل، ممنوع، كل هذا الكلام ممنوع، إنها تكون ماشية بطريقة مفصولة تماما عن العالم بأي يعني ما في إلها أي شيء مرتبط به، أي شيء ممكن أن يعني يغير طبيعتها الخارجية أو الداخلية. فهذه البقرة إذا ظهرت بهذه الطريقة وربيت لمدة 2 وشهرين، يعني دخلت في سنتها الثالثة، ابتداء من هذه الفترة اللي هي ابتداء من سن 2 وشهرين وطالع، مهما كان سنها أكبر ما في مشكلة، يعني يجب أن تذبح على جبل الزيتون تحديدا في القدس أمام المسجد الأقصى من جهة الشرق، واللي هي مقابل قبة الصخرة بالضبط من جهة الشرق، وبعد أن تذبح بطريقة معينة، وحاخام يجب أن يكون يعني يتلو صلوات معينة، وبالعكس هو قبل أسبوع لابد من أن يحضر بطريقة، يطهر بطريقة معينة وصلوات معينة، كل ورد في التلمود لشروح التوراة، وبعد ذلك يتم إحراقها بالكامل بعد أن تذبح، واستخدام رمادها يوضع مع ماء من عين سلوان ويخلط بصلوات معينة، ثم يرش منه على أي يهودي ولو نقطة واحدة، خلاص يصبح اليهودي طاهرا. هذه عملية التطهير، والعلم تسمى عندهم هذه الطهارة الكبرى، بالنسبة لهم طهارة من نجاسة الموتى. في حال أصبح أي شخص يهودي طاهرا من نجاسة الموتى، فإن هذا يعني حسب الشريعة عندهم أنه يمكن أن يدخل بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك. هذه خطورة الموضوع. طبعا ليش أنا أقول خطورة الموضوع أستاذ معتز؟ لأنه لو افترضنا أنه هذا الموضوع حصل، الآن أنا قلت أنه من أصل 1,300,000 متدين اللي هم الحاريين اللي بيلبسوا الأسود الطواقي السوداء، هدول 1,300,000 اللي بيقتحموا المسجد الأقصى منهم حوالي 2,200، وهدول طلعوا كما قلنا يعني خارج الحاخامية الرسمية، هم بيعتبروهم يعني بنظروا لهم بقية يعني المتدينين مثل نظرتنا إحنا إلى داعش عندنا، إنه هدول متطرفين بعيدين تماما، ما لهمش علاقة يعني خارجين عن الفتوى. الآن تخيل إنه هدول 1,300,000 لو تطهروا فعليا حسب الشريعة الخاصة بهم وأصبحوا طاهرين وصار بإمكانهم يقتحموا المسجد الأقصى المبارك، هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أننا سنشهد أعداد هائلة من المتدينين اليهود الذين يريدون أن يقتحموا الأقصى بشكل يومي، بدل من أن يكون أعلى يعني قدرة لهذه الجماعات على حشد الأعداد في المسجد الأقصى 2,200 شخص، يعني اللي هو أكبر عدد اقتحم الأقصى في يوم واحد، سنجد أنفسنا أمام عشرات الآلاف
التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك في نفس اليوم. وإذا اقتحمت عشرات الآلاف منهم المسجد الأقصى المبارك وأصبح وجودهم في الأقصى يعد بعشرات الآلاف مش بالمية وميتين مثل ما هو الآن، عند ذلك 100% ستكون الخطوة التي يطالبون بها أنه نحن الآن عددنا كبيرة وبالتالي نريد أن نبني المعبد في أرض المسجد الأقصى المبارك. هنا خطورة الحدث المتعلق بالبقرات الحمراء بشكل أساسي، ولذلك فإن الموضوع مش مجرد والله فتوى دينية وبدهم يطلعوا منها، لا لا لا، لها أبعاد كبيرة جدا 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 إن تمت على مستوى المسجد الأقصى المبارك وحمايته. طيب ماذا عن تاريخ عيد الفطر المبارك واللي حضرتك كنت تحدثت عنه قبل ذلك؟ ما دلالة هذا التاريخ من وجهة نظركم؟ طبعا سيد الفاضل، الآن بالنسبة لما يتعلق بعيد الفطر لهذه السنة وهو احتمال، مرة ثانية بأكد أنه هذه احتماليات لأنه ما في شيء معلن عندهم، لكن عندنا شواهد بتدل على شيء، على ما يجري حاليا وعلاقته بعيد الفطر. الآن عملية، الآن قلنا أن البقرات التي يفترض أن تكون البقرة الحمراء حسب الشريعة عندهم قد مضى من عمرها على الأقل، مرة ثانية، على الأقل سنتين وشهرين. الآن أنت في التقرير سيد الفاضل الآن اللي تكلمت عنه تم إحضار 5 بقرات حمراء من تكساس، طبعا تم إنتاجها بالهندسة الجينية، هم لا يعترفون أنه بالهندسة الجينية لكن هو تم ذلك بالهندسة الجينية لأنه الموضوع ليس بهذه البساطة. فتم إحضار 5 بقرات من تكساس إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى فلسطين المحتلة، قبل حوالي سنة وشهرين، هي أكثر من سنتين عمرهم. الآن هدول البقرات الحمراء أصبح الآن سنهم بشهر 3 اللي إحنا فيه الآن، صار سن ال5 بقرات 2 وشهرين، وبالتالي ابتداء من هذا الشهر صار بإمكانهم إنهم يذبحوا هذه البقرات لإجراء الطقوس الدينية المطلوبة حسب ما ذكرنا قبل قليل، يعني قبل ما تفضلت بالسؤال. الآن ما علاقة هذا الكلام بعيد الفطر؟ عملية ذبح البقرة الحمراء بالنسبة لهم في الشريعة اللي يسموها الهلخاء، في الشريعة الخاصة بهم، مش إنها والله تتم في أي يوم هيك الله تعالوا يلا بكرة هي احملوا هالبقرة واذبحوها، لا، يجب أن تتم عادة عندهم في موعد محدد. هذا الموعد المحدد في كل سنة، يعني في أي يوم في السنة، أي يوم واحد هو الذي جرى فيه ذبح البقرة الحمراء الأولى حسب عقيدتهم، لأنهم هم يؤمنوا مثل ما ورد قبل شوي في التقرير، كان في واحد يتكلم أمام البقرات الحمراء مع بعض الأطفال بيقول لهم إنه تمت عملية ذبح البقرة الحمراء في التاريخ اليهودي 9 مرات وهذه المرة العاشرة. الآن ال9 مرات هذولا، في أول مرة كانت عندهم حسب عقيدتهم على يد سيدنا موسى، ثم بعد ذلك على يد عزرا، ثم تتابعت على مدى 7 مرات أخرى، يعني بمجموع 9 مرات، لكن منذ 2000 سنة إلى اليوم لم تجري هذه العملية. كل ال9 مرات متى تمت فيها العملية؟ تمت في يوم 9 من شهر نيسان، عفوا 2 من شهر نيسان العبري. طبعا عند اليهود معروف أنه عندهم تقويم عبري مختلف عن تقويم الميلادي ومختلف عن التقويم الهجري. هو التقويم العبري عندهم تقويم قمري مثل الهجري عندنا، لكن هم حتى يظل يعني ماشيين مع فصول السنة، ما تختلف فصول السنة عليهم، فكل 3 سنوات بيضيفوا شهر إضافي، بيكون في عندهم زي الشهر 13، لكن الفكرة ماشيين بهذه الطريقة. الآن الأشهر العبرية عندهم لها أسماء قريبة من أسماء الأشهر الميلادية عندنا، فالشهر المعين عندهم في كتب التلمود وشروح التوراة هو يوم 2 من شهر نيسان العبري. نحن الآن في شهر آدار 2 العبري. متى سيكون يوم 2 من شهر نيسان العبري؟ 2 من شهر نيسان العبري القادم سيكون يوم 10/4 بالتوقيت الميلادي، بالتاريخ الميلادي، اللي هو على الأرجح سيكون يوم عيد الفطر. الآن هذا التاريخ هو أول تاريخ يمكن فيه أن ينفذ هذا الطقس الديني اللي هو عملية ذبح البقرات الحمراء. إذا لم ينفذوها ولم يتمكنوا مثلا من الخوف مثلا على سبيل المثال، والآن ممكن نحكي في هذه النقطة تحديدا، إذا ما تمكنوا أنهم ينفذوا هذه الطقوس في يوم 2 من نيسان العبري القادم اللي هو يوم عيد الفطر عندنا اللي راح يجي بعد يعني أقل من 2 أسبوع الآن، عند ذلك سيضطرون لتأجيلها على الأرجح إلى السنة القادمة.
الا اذا طلعوا لهم فتوى تانية طبعا، لكن المبدا انه هم عاده بيمشوا على حسب يعني هذه النصوص حتى يكونوا ماشيين عليها ويقنعوا اليهود انه فعلا يعني هذه الطقوس صحيحه، فمضطرين انهم ياجلوها لاثنين نيسان العبري السنه القادمه. فاول مره يمكن فيها ان يتم تنفيذ هذا الطقس حسب الشريعه الخاصه بهم هو يوم الثاني من نيسان العبري الذي سيكون يوم ايه؟ يوم عيد الفطر القادم. إذا لم يستطيعوا، إن استطاعوا أن ينفذوه تمام كان به، إذا لم يستطيعوا أن ينفذوه لأي سبب من الأسباب فسيضطرون لتأجيل الحدث إلى السنة القادمة أو السنة التي بعدها أو السنة التي بعدها. هون خطورة الموضوع في الشهر في الثاني من نيسان العبري اللي هو يوم عيد الفطر القادم. ليه؟ لأنه احتمالية أنه يتم محاولة تنفيذ هذا الطقس يوم عيد الفطر لها شواهد عندنا، يعني حدثت عدة أحداث تبين أنهم يحضرون. الآن لم يعلنوا أنه سننفذها يوم عيد الفطر اللي هو يوم 10/4، لكن هنا عندنا شواهد بتدل على أنهم ينفذوا أشياء معينة تحضر لهذا الموضوع. أضرب لك مثال، الشهر الماضي شهر 2 اتفضل. نشر مع ما يسمى بمعهد المعبد، أنا آسف طلعت عشان حطيت علامة معهد المعبد. ولا فالشهر يهم ولا الماضي يهم. شهر 2 ظهرت إعلان، نشر ما يسمى بمعهد المعبد، ظهر فيه إعلان يطلب فيه متطوعين يهود كهنة لكي يتم تدريبهم على عملية الذبح والتطهير. طيب أنا إذا ما بديش أنفذه الآن ليش بدي أجيب ناس وأدربهم؟ طلبوا لا ووضعوا فيه شروط إنه لازم يكون مولود في البيت، ما يكونش مولود في مستشفى، وإذا كان مولود في عشان يكون طاهر، وإذا كان مولود في مستشفى فلا بد أن يكون المستشفى في القدس حتى يكون ضامن أنه ماشي على الشريعة، ما يكونش قد مر بميت مثلا وهو صغير أو لمس ميت. ويعني أنا رأيت يعني رأيت صورة لواحد منهم الآن موجود ومعلن أنه هذا طاهر، يعني هناك شخص فعلا معلن أنه نعم هذا من الكهنة الذين تطوعوا، فهناك مجموعة فعلا تطوعوا تنطبق عليهم الطقوس. الآن الشيء الثاني سيد الفاضل إيش هو؟ إنه يوم الأربعاء اللي هو إحنا الآن إحنا في دخلنا في يوم الخميس، يوم الأربعاء اللي هو الآن صرنا امبارح، كان هناك مؤتمر حدث في 27 شهر 27 تلات، حدث في مستوطنة شيلو اللي رأيناها إحنا بالفيديو اللي فيها البقرات الحمراء. حدث هذا المؤتمر الساعة 4 المساء كان في التوقيت المحلي في مستوطنة شيلو الموجودة شمال رام الله في الضفة الغربية، وشارك فيه عدد من الحاخامات. تم في هذا المؤتمر دراسة عدد من الأمور المتعلقة بكيفية إقامة الطقوس وكيفية وعلاقة الطقوس بالوضع الحالي، ويعني أماكن مكان الطقوس وأهميته وطريقة التنفيذ إلى آخره. طيب أنا ليش أجي أدرب إنسان، أدرب مجموعة من الكهنة وأحط إعلان وأقول أريد كهنة متطوعين حتى أدربهم على عملية التطهير، ثم بعد ذلك قبل موعد الذبح بأسبوعين اللي هو الموعد الأول المقترح للذبح بأسبوعين أعمل مؤتمر وأجيب ناس وأدربه وأتحدث أنا وياهم، نتباحث مجموعة من الحاخامات كبيرة جدا تباحثت في هذا الموضوع، إلا لو كان عندي نية في هذا الموضوع. يعني فبالتالي النية واضح أنها موجودة. الآن كيف يمكن أن تتعامل هذه الجماعات مع الموضوع؟ هل يمكن أن تنفذ هذا الطقس أم لا؟ الموضوع لا يمكننا أن نعرفه إلا بعد تقريباً كم يوم، يعني قبل ما يكون ضايل لعيد الفطر أسبوع. في هذه الحالة يمكن أن نرى شواهد على الأرض أنه هل فعلاً ستقوم بهذه العملية أم لا تقوم. هناك احتمال أن الخوف من ردة الفعل الإسلامية وردة الفعل الفلسطينية ضمن بسبب عملية طوفان الأقصى والحرب الدائرة حالياً والتطورات التي تجري الآن في المحيط، خاصة المظاهرات الكبيرة التي جرت يعني صار لها 4 أيام الآن في الأردن على سبيل المثال، حصار السفارة الإسرائيلية وغيره، إضافة إلى الاضطرابات التي دارت في المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام الماضية، هناك احتمال إنه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجبر هذه الجماعات على الامتناع عن هذا الحدث على الأقل في هذه السنة، وهذا ما نرجوه. يعني نحن نرجو أن هذه الجماعات تخاف وتضطر أنها تأجل للسنة القادمة. طب ليش إحنا بدنا إياهم يأجلوا؟ المسألة بيننا وبينهم الوقت، لأنه هم بيحاولوا يتسارعوا الوقت ويأخذوا الوقت بأسرع يعني ما يمكنهم ويستغلوا الوقت بأسرع طريقة ممكنة لكي ينفذوا ما يستطيعون ويخلصوا من هالقصة ويريحوا راسهم. لكن نحن بالنسبة لنا كلما تأخر الاحتلال
في تنفيذ ما يريد، هذا في مصلحة المسجد الأقصى، وهذا في مصلحتنا بإذن الله رب العالمين. بلكي من هون للسنة القادمة تكون الأمور تطورت إن شاء الله عندنا بإذن الله رب العالمين الأفضل. هذه بشكل عام الذي يجري وعلاقته بعيد الفطر القادم، فهو بالتالي احتمال قائم مش 100% لا ندري، لكن هناك أيضا احتمال لتأجيل هذا الحدث بسبب الخوف فعليا من ردة الفعل العربية والإسلامية، وهذا الذي نرجوه من شعوبنا، أن شعوبنا تعطي رسالة للاحتلال أنه الموضوع مش مزح، والموضوع لن نسمح به بهذه البساطة، والله تذبحوا بقرتكم وتقتحموا الأقصى بعشرات الآلاف، الموضوع ليس لعبا كما يريد الاحتلال، لا، سيكون له يعني ردود فعل كبيرة جدا في هذا المجال لو تم هذا الموضوع. إن فهم الاحتلال هذه الرسالة فإنه على الأكيد سيضطر إلى تأجيل الموضوع على الأقل سنة كاملة، وهذا الذي نرجوه إن شاء الله عز وجل. طيب سؤالي الأخير دكتور عبد الله معروف، أستاذ دراسات بيت المقدس، في ظل تلك الحكومة وحضرتك مراقب جيد لما يحدث، ظل وجود نتنياهو وهؤلاء في مجلس الحرب المتطرفين زي بن غفير، ماذا تعتقد الأفضل ليهم هم على مستوى شخصي؟ يعني حضرتك متابع طيل الفترة الماضية، هم شغالين في خطة تحقق مصلحتهم، خصوصا نتنياهو، بعيدا عن مصلحة الكيان، وده اللي مؤدي للتضارب بينهم وبين الأمريكان. تعتقد أنه نتنياهو كيف يفكر في هذا الأمر؟ زيادة الحريق كما يفعل طيلة الخمس شهور والزيادة اللي فاتت، أم محاولة إطفاء؟ يعني أستاذ معتز، هذا سؤال يعني زي ما يسموه بينجو، هذا سؤال المليون على فكرة، هو سؤال مهم جدا. ليه؟ لأنه إذا فهمنا العقلية اللي الآن بتحكم في دولة الاحتلال يمكننا أن نتوقع ما يجري فعليا. الآن يجب أن نفرق هنا بين عدة تيارات. دولة الاحتلال اليوم لم تعد مثل ما كانت قديما، كانت زمان كلها يسيطر عليها التيار الأمني، يسيطر عليها أجهزة معينة فاهمة شغلها ولها استراتيجية محددة. الآن لا، الآن هناك تياران متناقضان تماما موجودين في دولة الاحتلال، حتى في داخل حكومة الاحتلال. التيار الأول هو التيار اللي هو شوي عقلاني ما زال، ويقود الأجهزة الأمنية الاستخبارية بالذات جهاز الشباك وغيره. فهذا الجهاز لساته، هذا التيار لساته عقلاني، بفكر بنفس العقلية تبعت زمان، فاللي هي اللي بتحاول إنها تمشي مع الوضع العام العربي بحيث إنه ما تصطدم وتولع الدنيا بين قوسين. وهناك التيار الآخر، التيار الآخر اللي هو الآن جد حديثا أصبح متمكن في دولة الاحتلال، اللي هو ما يسمى بالتيار الديني الخلاصي. التيار الخلاصي معناها هو تيار ديني يرى إنه تأجيج الأمور وإشعالها وإشعال شيء ضخم يعني مصيبة كبرى في العالم هو مصلحة له. ليه؟ لأنه يؤمن بأن الطريق إلى نزول المسيح المنتظر اللي بينتظروا فيه ويجهزوا كل هذا الكلام عشانه يمر عن طريق يعني التقدم باتجاه حرب كبرى، فبالتالي من مصلحته أنه يولع الدنيا. فالآن هذا التيار من الذي يمثله؟ هذا التيار يمثله إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي اللي يسيطر على جهاز الشرطة الإسرائيلية اليوم، يمثله بتسلايل سموتريتش اللي هو الذي يسيطر الآن على وزارة المالية، يمثله عميحاي إلياهو الوزير التراث اللي طالب بمحو غزة بقنبلة نووية. وبالتالي هؤلاء المجموعة، طبعا هو ليس هو وحده فقط، هناك مجموعة معهم، هؤلاء أقصى اليمين المتطرف الذين يؤمنون أنهم أصلا يجب أن يذهبوا إلى توسيع المصائب وتوسيع الحرب وجعل حرب إقليمية بل حرب عالمية. لماذا؟ لكي ينزل المسيح، لكي يقدم يعني المقدمات اللازمة لنزول المسيح المنتظر. تخيل أنه عندك مجموعة من الناس تؤمن بهذه الأساطير وتجعل هذه الأساطير الدينية عندها هي التي يعني تسيطر على طريقة تخطيطها السياسي. الآن بنيامين نتنياهو وين في هذا الموضوع؟ بنيامين نتنياهو لا مع هذا الطرف على فكرة ولا مع هذا الطرف. بنيامين نتنياهو الآن هو الحاكم بأمره، هو بالنهاية الرجل الذي يرى أنه فلتحترق الدنيا كلها بمقابل أن لا أدخل السجن. فبالنهاية بنيامين نتنياهو هو يرى أنه مصلحته أن يبقى في الحكم بأي شكل من الأشكال، لأنه هو يعلم أنه بمجرد ما يترك الحكومة، بمجرد ما تنتهي حكومته سيذهب إلى السجن، لأنه عليه قضايا فساد كبيرة جدا سيذهب 100% بسببها إلى السجن. فهو بالنهاية
لا ينظر إلى الموضوع بمنطق رجل السياسة ولا رجل الدولة ولا حتى لا رجل وطني ولا أي شيء، هو ينظر بمصلحته الشخصية، لا يهمه من هذا الموضوع لا الأسرى اليهود ولا المستوطنين ولا المسلمين ولا غيره، هو ينظر إنه بنيامين نتنياهو يجب أن يبقى في الحكم، من الحكم مع من؟ حكومته قائمة على ائتلاف من اليمين، وبالتالي الذي يضمن له البقاء في الحكم هو هذا التيار، التيار الديني المتطرف الخلاصي الذي ذكرناه، بتسلايل سموتريتش وإيتمار بنغفير وجماعته، لذلك بنيامين نتنياهو ملتصق بهم بقدر الإمكان لأنهم يبقونه في الحكومة، وللعلم لو فهم أنه راح يظل في الحكومة بدونهم سيتخلى عنهم بكل سهولة، فبالتالي أنا لا أضعه أصلاً ضمن المعادلات، أنا بالنهاية المعادلة الآن معادلة إيتمار بنغفير وسموتريتش من ناحية والأجهزة الأمنية الاستخبارية من ناحية أخرى، وبنيامين نتنياهو بالنهاية هو منحاز لمن يبقيه في الحكومة بالدرجة الأولى لأنه يفكر بنفسه ولا يفكر بغيره. فبالتالي الآن هل من مصلحة بنيامين نتنياهو أن تبقى الأمور مشتعلة وتذهب باتجاه التصعيد؟ نعم، هو من مصلحته الآن، هو يرى أن من مصلحته، وإذا فهمنا هذا الموضوع بنفهم كل الذي يجري في غزة وبنفهم كل الذي يفعله بنيامين نتنياهو، هو من مصلحته أن تبقى الأمور كما هي بل أن تزداد وتتوسع المشكلة. ليه؟ لأنه هو يرى أن كلما ازدادت الأمور تطرفا وابتعادا تماما عن تحقيق هدوء فإنه سيكون باقيا في حكومته وأن حكومته ستبقى موجودة، وما دامت موجودة فهو محمي من السجن، وبالتالي فهو سيذهب بهذا الاتجاه، لكن في المقابل الذي يضغط بالاتجاه الآخر ويحاول كبح جماح هذه الحكومة فعليا وكبح جماح هذا التطرف بشكل يعني يحافظ على الدولة هو الأجهزة الأمنية الاستخبارية على رأسها الشباك الذي لا زال يسيطر عليه التيار العقلاني في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يرى أنه ليس من مصلحة إسرائيل توسعة هذه الاضطرابات بشكل كبير. الآن أين الإشكالية عندنا سيد الفاضل؟ الإشكالية تتجاوز دولة الاحتلال إلى الولايات المتحدة. ليه؟ لأنه في الولايات المتحدة الآن الإدارة الديمقراطية التي تحكم الولايات المتحدة هي أصلا ترى أنها هي أقرب إلى تيار الشباك الأجهزة الأمنية الاستخبارية الإسرائيلية، يعني اللي هو التيار العقلاني، لذلك بنلاحظ أنه بايدن يقول أنا صهيوني ولا يجب أن أكون يهوديا كي أكون صهيونيا، ويقول إنه باعتبار أنه صهيوني فهو يحمي إسرائيل من نفسها، يعني هو يرى أنه يحمي إسرائيل من هذا التيار المجنون المتطرف الذي يذهب بها ناحية الصدام الكبير الذي ليس في مصلحة دولة الاحتلال. لكن في المقابل هناك التيار الآخر الذي يمثله المحافظون الجدد اللي هم الجمهوريون الذين يسيطرون الآن على مجلس الكونغرس اللي هو مجلس النواب، إضافة إلى أنهم يعني هناك احتمال أن يعودوا مرة أخرى إلى رأس الإدارة وسدة الحكم عن طريق دونالد ترامب. هذا التيار اللي هو تيار المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمثل الآن الغالبية العظمى في الجمهوريين، هو يسيطر عليه أيضا تيار ديني إيفانجيليكان اللي هم الأنجليكان الذين يرون أنه يجب أن تزداد الأمور شدة ويجب أن تذبح البقرة الحمراء ويجب أن يدخل اليهود إلى الأقصى ويجب أن يتم تدمير الأقصى وإعادة بناء المعبد حسب رؤيتهم لكي ينزل المسيح المخلص مرة ثانية. الفرق بينهم وبين المسيح المنتظر بالنسبة لليهود هو أن المسيح منتظر عند اليهود منتظر لأول مرة لكن هم ينتظرونه للمرة الثانية. الآن من الشخصيات التي برزت في هذا الموضوع شخص ورد في آخر التقرير اللي هو بايرون ستينسون. بايرن ستينسون هذا الشخص اللي هو المسؤول الأول، هو وشخص اسمه يتحك جابي أو عفوا مامو في دولة الاحتلال الإسرائيلي، هذول الاثنين هم المسؤولين عن إحضار البقرات الحمراء إلى دولة الاحتلال، أصلا إنتاجها وإحضارها إلى آخره. فهذا بايرن ستينسون هو أصلا مسيحي، هو ليس يهوديا، وله علاقات واسعة مع مجموعة من الأقطاب اليمين الأمريكي المتطرف الأمريكي الذي أعضاء الحزب حزب الجمهوري هناك حزب الجمهوري في الولايات المتحدة هم أجزاء منه، هم يعتبرون جزءا منه. قبل فترة يوم 31 واحد، نعم 31 واحد الماضي،
وعقد في واشنطن سيد الفاضل، في واشنطن دي سي العاصمة الأمريكية، ما يسمى يوم الصلاة الوطني، اليوم الوطني للصلاة الكاملة، في متحف موجود في الولايات المتحدة في عاصمة واشنطن قريب من مبنى الكونغرس، اسمه متحف التوراة أو متحف الكتاب المقدس، The Museum of the Bible. هذا المتحف يعني تم إقامة هذا الطقس فيه اللي هو طقوس صلوات طوال اليوم. وكان يا سيدي الفاضل الذي افتتح هذا الحدث هو رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، وكان معه حوالي 20 عضو سيناتورز في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي. من كان ضيف الشرف في هذا اليوم؟ كان ضيف الشرف هو الحاخام اللي هو تساحي أو يعني إسحاق مامو، وبايرون ستينسون، الذين يعني جاءوا بالبقر الأحمر وتحدثوا لمدة نصف ساعة كاملة عن البقرات الحمراء وأهميتها وكيف يتم تنفيذ طقوسها وأهمية دعم الولايات المتحدة لها، إضافة إلى عضو في مجلس في الكنيسة الإسرائيلي عن تيار الصهيونية الدينية اللي هو التيار المتشدد اللي ذكرناه قبل قليل، تيار بن غفير وسموتريتش. يعني هذول كانوا ضيوف الشرف عند الجمهوريين الأمريكيين. فبذلك نحن نرى إنه بنيامين نتنياهو عندما يغفل كل كلام، يطنش كلام الولايات المتحدة الآن والإدارة الأمريكية، فهو يعول على الانتخابات القادمة الأمريكية في أنه الإدارة القادمة إدارة جمهورية، هكذا هو يرجو، وبالتالي هذه الإدارة الجمهورية أكثر تطرفا في موضوع الدين وفي موضوع البقر الأحمر وفي موضوع المسيح من الإدارة الموجودة حاليا حتى في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فهو يعول فعليا على شراء الوقت. لذلك بنشوفه إحنا يتعامل مع الإدارة الأمريكية الحالية بمنتهى اللامبالاة، لأنه هو يعتبر أنه أنتم شو يعني، في عندكم طرف كبير جدا هو الجمهوريون سيأتون إلى الحكم وسيكونون يعني رفقاء درب بين قوسين عندنا. فبالتالي الموضوع يتجاوز حتى دولة الاحتلال، خطورة الأمر تتجاوز دولة الاحتلال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هم أصلا المتطرفون منهم أشد يعني تطرفا وتشددا فيما يتعلق ببناء المعبد مكان المسجد الأقصى المبارك من المستوطنين اليهود أنفسهم، من تيار الصهيونية الدينية نفسه. فلذلك احنا امام يعني شيء خطير جدا وتحولات خطيره جدا تجري في العالم، ليس فقط في دوله الاحتلال وانما في الولايات المتحده. ونعرف انه اي تغيير في الولايات المتحده يؤثر على العالم كله وليس يؤثر فقط على الولايات المتحده وحدها. وهذه الجماعات الان اللي كانت قديما جماعات المتطرفه، اللي كانت قديما تعتبر خارج الفتوى الرسميه للحاخاميه وغيره، كانت تعتبر مجرد يعني مجموعات هامشيه، وكانت تعتبر مجموعات متطرفة، بل إنها اللي تيارها كان في ذلك الوقت قديما كان مصنفا، تم تصنيفه في عام 1997 كتيار أو حركة إرهابية في اللوائح الأمريكية نفسها، اللي هو تيار الحاخام مئير كهانة في ذلك الوقت. المئير كهانة هو الأب الروحي لكل هذا الكلام اللي احنا بنحكي عنه، لكل هذا التيار، وهو حاخام قتل في عام 1990 في نيويورك في الولايات المتحدة. فهؤلاء التيار الكهاني الذي كان في ذلك الزمان مصنفا انه ارهاب، اصبح الان يحكم دولة الاحتلال الاسرائيلي، واصبح له يعني اتباع من المسيحيين المتعصبين الموجودين في الولايات المتحدة الامريكية في الحزب الجمهوري تحديدا. وهذه خطورة الامر، انه احنا نتعامل مع مجموعة من المهاويس دينيا، وهذه المهووسين دينيا هذول اصبحوا على سدة الحكم، ولنا ان نتخيل ما يمكن ان تفضي اليه الامور فعليا لو استمرت الاوضاع على ما هي عليه. والمفتاح الاساسي لحل هذه المعضلة في وجهة نظري هو الردع الشعبي، وأن يعلم الاحتلال أنه لا يستطيع أن يقف في وجه رد الفعل الشعبي، لأنه إذا لاحظ الاحتلال أن الشعوب العربية والمسلمة امطنشت مش سائلة يعني، ولا داري في الدنيا ولا سائل في الموضوع ولا في المسجد الأقصى، سيتقدم خطوات أخرى وسيحاول حل قضية الأقصى حسب رؤيته هو، وسيذبح هذه البقرات وسيقام يعني سيقتحم الأقصى بعشرات الآلاف، ثم سيهدم المسجد ويقيم المعبد على أنقاضه، ظنا منه انه ما دام المسلمين مطنشين مش سائلين فخلاص الموضوع يعني سهل. لكن اذا تحرك المسلمون دكتور وتحرك الشارع العربي سيختلف الامر بشكل كامل. وهنا هذه اكبر يعني نقطه عندنا يخشاها الاحتلال، هي دول الطوق على راسها الاردن ومصر، واتكلم هنا عن الشعب بالدرجه الاولى، اذا تحرك
فإن كثير من الأشياء يمكن أن تتغير في المستقبل القريب إن شاء الله.